لا يدور حديث بين عراقيين إلا والثورة عنوان هذا الحديث، حتى باتت ثورة تشرين خالدة في أدبيات الشعب العراقي ويومياته ومسيرته التي ترسم مستقبله. حقيقة اليوم وقفتنا وتجمع هاي الشباب وهاي الناس وهاي الوجوه الخيرة ما هي إلا رسالة إلى الحكومة الفاسدة، ما هي إلا نقدم كلامنا إلى الحكومة الفاسدة بإزاحتهم. رسالتنا بأنه تشرين باقية، رسالتنا أنه مع الشهيد، مع مطلب الشهيد القائد الشهيد إيهاب الوزني كان له مطلب أنه يوم 25، فهذا لم ينتهي هذا المطلب بنهاية شهدانا أو بنهاية قادتنا أو بنهاية شباب التظاهرات. ما يريده العراقيون أبسط من تعقيدات الحكم الحالي وشعارات الأحزاب وشكليات الانتخابات: نظام عادل جامع، مجتمع متساو في الواجبات والحقوق، مؤسسات خالية من الفساد، وثروات تنفق لإسعاد الشعب العراقي. بداية هذه المظاهرات المطالبة محاسبة قتلة المتظاهرين في ثورة تشرين، والمطالبة بالخدمات والإصلاح والقضاء على الفساد، ونتمنى تستمر لهذا الشعب، لأن هذا الشعب تعب صراحة صار له 19 سنة. ثورة تشرين كانت نتاج تعاضد كافة أبناء الشعب العراقي بمختلف فئاته، كما أن دور الذي قدمته المرأة في الثورة دليل على إحساسها بالتهميش في المنظومة الحاكمة حاليا. أكيد العنصر النسوي هو من بداية الأمر، من بداية ثورة تشرين هو كان الجزء الأكبر بدعم أبنائنا الثوار، إن كنا إحنا كبار بالعمر فإحنا أمهاتهم وإحنا سندهم، وإن كانوا العمر الفتي فهم كانوا يساندون الشباب في كل الأحوال كمصعفة وكطباخة وكأخت. ومهما أوغلت الميليشيات وقوات الحكومة بقتل المتظاهرين فلن تقضي على الثورة، لأنها عهد اجتماعي وجد العراقيون فيه طريق خلاصهم الوحيد. الثورة مستمرة، هي الثورة فكر، وفكر ما يموت بالوقت، هم عبالهم بالوقت يستمر ضغط وإزاحة الخيم من ساحة التحرير ومن كل المناطق اللي موجودة كانت فيها الثورة، بس يبقى الفكر موجود بالشباب اللي موجودة هي، لأن الشاب هو جاي يعيش المعاناة نفسها من قبل الثورة وصارت الثورة ولحد الآن، وهاي دم الشهداء اللي سالت بالتحرير ساعة التحرير لها حوبة، يعني هاي دماء ذكية. ويبقى الأمل في الخلاص معقودا بالبركان الشعبي الذي فجره الغضب التشريني في ساحة التحرير.